زي فاطمه صاحبتي كانت تعاون هي المشاركه. استاذه هند ندى نظام طب احنا بقى دلوقتي احنا عايزين نشوف اقتراحاتكم. ايه شكل الحفلة اللي انتوا عايزينها؟ في انواع حفلات كتير، ايه الحفلة اللي احنا هنعملها مع بعض؟ واللي يقول الحفلة اللي يشوفها هو عايزها شكلها ايه؟ يعني اليوم ده هيبقى عامل ازاي؟ فكروا شوية ايه اللي هيخليكم مبسوطين؟ ماشي فكروا ايه الحفلة اللي هتخليكم مبسوطين؟ طب انتي فكري في ايه؟ ماشي حفلة ترفيهية؟ هنعمل فيها ايه حفلة ترفيهية دي؟ استني يا شيماء عشان في ناس بتتكلم يا شيماء. لازم يهتموا عشان هما لما يكلموا انتي تحترميهم. نغير لبس ونتصور. طيب طيب حفل التصوير. حفل التصوير. ندى زميلتك رفعت ايديها. ندى انا عايزه حفله عيد ميلاد علشان صاحبتي ياسمين عرفت ان هي عيد ميلادها النهارده كنا عايزين نحتفل بيها. جميل. طيب هنعمل ايه يا ندى؟ نعمل ايه طيب؟ ممكن نعمل لها كروت هدية عندنا في القصر لإذاعة التدوير، وكمان ممكن أشترك أنا وأصحابي ولو عرفنا نطلع أوضة الاقتصاد مع ميس هند أو مع أي حد يعمل نعمل مع بعض كيكة ليها. برافو. نعمل مثلا حفلة موسيقية، مثلا حد يغني أو حد يعزف على آلة معينة، بيبقى فيه برضه
طيب هو هو بس عشان الحفل المستجد وعلى ازاي هنعمل ايه يعني الحفل المستجد؟ يعني مثلا لو استاذه مثلا ممكن حد يقف يغني مثلا حد جنب منه مثلا يعزف بآلة معينة، حد يمسك مثلا ايقاع بحاجة معينة، بيبقى فيه كذا حاجة بتغطى صوت واحد بس. المعلمة بتدخل ممكن تقولي ده في يوم اللي هتبقى وارد انك طيب ممكن استاذن من قائد الحوار اضيف بس اضافه ممكن يفضل ان الكلام اللي انت بتقوليه دوت ندخله في حفل تاني من هنا وحفل تاني لان هو هيبقى يوم ترفيهي فاحنا محتاجين موسيقى ومحتاجين ولا فطبيعي ان احنا هنعمل كده ممكن ندمجه مع الحفله دي. شكرا تمام شكرا يا فاطمه. اتفضلي يا ياسمين. شكرا لندى ما فكرت في الورق ده، بس انا عجبني فكره السن ان احنا نحتفل بيوم اليتيم باي هديه او اي حاجه كده نقدمها له ونفكر فيها، يعني نفكر احنا نعمل ايه خطوات ممكن نقدمها ليوم اليتيم. يعني انت ممكن تعملي ايه؟ الاول انا لازم افكر احنا هنروح ولا هنيجي، بس لو هو هيجي لنا انا عايزه ابسطه باي حاجه، فانا ممكن يا اما اقدمه هديه او اخليه يلعب ويتبسط يقضي يوم معانا وما يحسسوش ان هو فاقد اهله، يعني كل دي اهله. ياسمين برضه عجبها رايي بتاع نادى على حفله اليتيم. اتفضلي يا نهار. حفله اليتيم برضه هي حاجه تبقى تفرحهم قوي وهتبسطهم، ممكن هم يقولوا لنا او احنا نبسطهم، ممكن احنا نعمل لهم حاجات بسيطه ونقدمها لهم، حاجات موجوده من عندنا في البيت او نشتروا حاجات بسيطه جدا ونقدمها لهم برضه. مريم انا بس عايز نعمل حفله يوم اليتيم ونروح له هناك ونجيب له معانا حاجات حلوه عشان نديله ويبقى مبسوط، كمان ممكن نعمل له لعب كده صغنونه نديله بيها ونقعد نلعب احنا وهم مع بعض. عندنا هو حفله التصوير وحفله اليتيم، فاحنا عايزين هنقرر ايه في الاخر، هنعملوا حفله التصوير ولا حفله اليتيم؟ اليتيم احنا عايزين نعمل ماشي. اتفضلي يا ياسمين. ممكن حفله التصوير دي بمعنى حفله التصوير احنا ممكن ناخد صور جماعيه كلنا مع بعض ويبقى شكلنا عشان ما حدش يزعل. صح يا ياسمين شاطرة. وانا عندي برضه فكره تاني، انا هحمل الحفله اليتيم ممكن ادخل فيها موسيقى اسعد الاطفال، ممكن ادخل فيها اللي هو الشغل اشتغل حاجه كتير بايديا عشان هديها هديه. طيب هو احنا هنعرف ده دلوقتي لما هنقول احنا عايزين قررنا نعمل حفله يتيم، وعايزين نعرف بقى شكل الحفله وشكل اليوم بتاعنا هيبقى عامل ازاي. فممكن اللي اختار تصوير واختار موسيقى واختار تورته واختار العاب ممكن كلهم يضموا في حفله واحده ويبقى يوم كويس، فممكن تدونا رايكم. انتوا موافقين كلكم على حفله يوم اليتيم؟ اه عاجباكم حفله يوم اليتيم؟ اه حلوه جدا. خلاص احنا قررنا حفله يوم اليتيم عايزين نعرف على اليوم ده هيبقى عامل ازاي؟ زياد 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 عايزين نعرف شكل الحفله هيبقى عامل ازاي بعد ما قررنا خلاص كلنا حفله يوم اليتيم. عايزين نعرف بقى شكل الحفله عامل ازاي. ممكن نعمل لهم قلوب كده نحط لهم جوه كل قلب شوكولاته، اول ما يفتح القلب يلاقي الشوكولاته بتاعته عشان يبقى مبسوط. حلوه فكره حلوه. يسرا يعني انت هتحتفلي بالطفل اليتيم وتعملي تصوير والعاب. برافو. يلا قولي يا ندى. انا عايزه اخلي مستر اسلام يساعدنا ويعمل لنا العاب كتير مع ده كمان عشان نلعب مع بعض.
عندنا عمل قلوب وعندنا العاب وموسيقى. مين تاني عايز يروح التصوير؟ المجموعة اللي عايزة التصوير. ندى؟ ندى. ما ينفعش تتخانقوا كلكم وتروحوا في مجموعة واحدة، لازم اليوم ده عشان يبقى حلو ما نزعلش من بعض، يبقى كل واحد هيشترك في مجموعة. عندي اختراع عشان حاجة برضه، كان نفسي قوي أبقى ممكن حد يبقى يصورني أنا ومصورين وإحنا بنشتغل، هتبسط قوي لو خدنا صورة يعني. ماشي يا ستي أكيد هنصورك. Спасибо.